السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروفسوت في فيديو جديد من القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو تكملة لدورة سي شارب إيمج بروسينج في الإنجو سي في بالإنجو سي في. إن شاء الله النهاردة هنشرح نوع جديد من أنواع الفلترز عندنا اسمه البلترال فلترز. البلترال فلتر ده نوع نون لينير بيحافظ على الإيدج بيحافظ على الإيدجز وبيعمل سموزنج او نويز ريدوسنج للايمج بتاعتك. ازاي؟ هو باختصار هو يعني ايه تطوير للجاوسيان. يعني ايه تطوير للجاوسيان؟ يعني هو معادلة الجاوسيان في، يعني انت مثلا لو شفت احنا المعادلة هنا لما احنا جينا شرحنا الجاوسيان قلنا الجاوسيان بتساوي معادلة كده طويلة. فاحنا هنا في البلترا لو احنا كنا بصينا هنا هو دي المعادله بتاعته، بيقول واحد على دبليو بي اللي هي النورماليزيشن تيرم بيضربها في الكيرنل. برضو عندنا كيرنل للفلتر، بس الكيرنل بالفلتر دي بنجيبها ازاي؟ بنضرب عندنا برضو الجاوس، يعني هي الجاوس بس بيعمل جاوسيان للفرق ما بين الانتنسيتيز. ازاي يعني؟ مثلا ايه لما احنا قلنا في الجاوسيان، هي دي المعادله بتاعت الجاوسيان، احنا قلنا ايه التغير او الكيرنل بتتبني على البعد ما بين النقطة اللي في الكيرنل اللي هي البيكسل في الكيرنل وبعدها عن السنتر بيكسل اللي بتتم عليها العملية. في البلتر فلتر بيعمل نفس المعادلة دي برضه للبيكسلات البعيدة عن السنتر بيكسل، وبرضه بيعمل برضه نفس المعادلة دي بس للانتنسيتي. يعني بدل ما هتكون اكس وواي، لا هيطرح الانتنسيتي بتاعت البيكسل اللي انا واقف عليها من السنتر بيكسل اللي انا بعمل عليها العمليه. لو قيمه كبيره، يعني لو احنا قلنا هنا طول ما قيمه لو قيمه بتكبر فالناتج بيكون اصغر، فلما بتضرب في رقم تاني بتصغره. يعني مثلا ايه، ولو مثلا احنا في الجاوسيان العادية هنا مثلا احنا مثلا يعني لو حطينا السيجما هنا بواحد، فالعدد مثلا لو الناتج الاكس بلس اكس تربيع بلس واي تربيع طلع مثلا اكبر من 40 او 50 مش متذكر قوي، بس الناتج كله بيطلع صفر، الجاوسيان بتطلع صفر. فمثلا لو انا لو مثلا عندي صورة مثلا كده، افتحها كده الصوره دي مثلا، هيعمل عليها الجاوسيان، هيطبق عليها مثلا لو احنا مثلا جاوسيان 3 في 3 مثلا ايه، وهيطرح هيعمل الجاوسيان العاديه. بعد كده هيعمل جاوسيان ثانيه، هيقول ما هيطرح البكسلايه اللي هو واقف عليها اللي هي السنتر بيكسل من البيكسل اللي هو برضو ايه بتاعت اللي هي النيبرز كلها. مثلا يقول 255 ناقص 0 فهتطلع كام؟ 255. لو السيجما عندك بواحد فايه، ف 255 دي اكبر من 50 او اكبر من 40 فبتطلع صفر. يعني طبعا كل ما انت بتكبر في السيجما كل ما الارقام دي بتجيب لك ارقام. يعني مثلا لو هي السيجما واحد بحد اقصى تقريبا 50، وبعد كده لو انت زدت عن 50 اللي هي المعادله دي، لو هي لو انا ما انا وريتك المعادله دلوقتي، لو الاكس او الواي اللي هي الحته دي زادت عن 50 بتبقى المعادله كلها بتتقلب بصفر. فهنا ايه بيقول 255 ناقص صفر، فكلها بتبقى فهي بتبقى 255 فبتطلع في صفر بصفر. فصفر في قيمه الجاوسيان اللي هي بتاعت الكوردينيت بتاعت الاكس والواي، ما اي حاجه بصفر بصفر فالمعادله كلها هتبقى صفر، فمش هيتاثر بالبكسلايه دي. فاحنا لو جينا طبقنا هنا على البلترا فلتر على الصوره دي هتفضل زي ما هي، هتفضل هنا هي 255 لان التغير في البكسلات عالي، فدي تعتبر ايه حافه او تعتبر تغير عالي في البكسلات فمش هيضيعها. طب البلترا فلتر يعني، طب ما كده مش هضيع، بيضيع بس الحاجات اللي هي متشابهه اللي هي البكسلات اللي هي الاختلاف فيها مش كبير قوي. يعني احنا مثلا لو بصينا هنا على الصوره دي، هنا الجبال هنا بص هتلاقي في اختلافات بسيطه في الصوره الاوريجينال في الجبال، مثلا في حته اغمق في حته افتح كده، لكن هنا في البلترا فلتر خلاها كلهم سوا واحد، حتى في البحر برضه خلاهم كلهم سوا واحد. هنا بيضرب قيمه البكسل اللي هي النيبر بتاعت النيبر بيكسل في الجاوسيان بتاعت الانتنسيتي في الجاوسيان بتاعت ال الكوردينيت اللي هي الاكس والواي، وفي الاخر خالص بيضربهم في واحد على معامل النورماليزيشن عشان يخليهم كلهم بواحد، عشان يخلي كلهم مجموعهم بواحد عشان نطبق على الصوره بتاعتنا الفلتر بتاعنا عشان يعمل بلور للصوره.
تعال كده مثلا نشوف مثال في ال انجو سي في. مثلا انا قريت هنا صوره لسه ما عملتش عليها اي عمليه، انا بقرا صورتين، بقرا صوره بعد كده باخد نسخه من الصوره هطبق بلتر الفلتر على الصوره دي، وعلى النسخه هطبق عليها الجاوسن فلتر، هنشوف الاختلاف ما بينهم. بنقول هنا ايمج بلترال، بنقرا الصوره طبعا زي ما احنا عارفين هنا بالايمج بي جي ار بايت، بعد كده باخد نسخه من الايمج بتاعتنا اللي هي البلترال بحطها في ايمج جاوسيان كائن يعني، بعد كده بطبق البلترال فلتر. في طريقتين عشان تطبق البلترال فلتر، يا اما من خلال الكائن اللي هو الايمج، يا اما من خلال سي في انفوك. هو سي في انفوك في الفلاتر كلها، في الميديا، في الجاوسيان، في البلترال، في كل حاجة، بس كاختصار للوقت ممكن انت تعملها كده، وممكن برضو تقول cv invoke dot بلترال فلتر، هتلاقي هنا اهي هي برضو نفس الحكاية، برضو هتديها هنا الصورة اللي انت هتعمل عليها العملية، وهتطلعها الصورة الاوتبوت ايمج برضو هنطلعها في نفس الصورة، وهنا الكيرنل مثلا هنقول 5، وهنا السيجما كولر اللي هي السيجما كولر اللي هي السيجما بتاعت ال بتاعت الانتنسيتي بتاعت الجاوسيان بتاعت الانتنسيتي، هنقول مثلا 57 75 قصدي، والسيجما بتاعت السبيس اللي هي السيجما بتاعت الكوردينيتس بتاعت الجاوسيان هنقول مثلا ايه 7 75 برضه. فالسطر ده هو السطر ده اللي انا ممكن في فيديوهات قبل كده لما انا شرحت الجاوسيان او بتاع فما كتبتش السطر ده، هو ده مفيش اختلاف يعني. شيل ده كده خلاص. احنا بنقول هنا ايه ايمج بلتر بتساوي ايمج بلتر دوت سموث بلترال، بنديها الكيرنل بتاعتنا اللي هي الكيرنل حجم الكيرنل 5 ب 5 هي 5 وكده كده بياخد بيخليها 5 ب 5 بعد كده بنديها السيجما بتاعه الجاوسه بتاعه الكوردينيتس والسيجما لا هنا ايه لا لا السيجما الثانيه دي السيجما بتاعه الانتنسيتي بتاعه التغير في الانتنسيتي والسيجما دي التغير في الكوردينيتس. بعد كده بنقول سي في انفوك دوت جاوسن بلور، ممكن برده في هنا برده ايه لو انت كده بصيت هنا ايه ايمج جاوسيان دوت جاوسيان سموث جاوسيان هي نفس الحكايه بس ايه ال هي نفس الحكايه بس هو ممكن مختصر شويه. مثلا هنا الكيرنال ويد هنقول هنقول 5 في 5 والسيجما 1 7 5 والسيجما 2 7 في 5 75. السيجما 1 والسيجما 2 دي اللي احنا قلناها في المعادله اللي هي السيجما اللي هي تحت والسيجما اللي فوق، السيجما اللي على شمال حرف الاي والسيجما اللي على يمين حرف الاي، بس غالبا يعني بتكون هي نفس القيمه يعني. شيل كده هي نفس السطر ده يا جماعه اللي هو السي في موج دوت جاوسيان ده، بس ده اختصار ليك يعني، انا ممكن كنت اعملها بالبتاع بس انا حبيت اوريك الاثنين مع بعض. خليت هنا نفس القيمه، خليت هنا الكيرنل 5 في 5 والسيجما 75 بس البتر خليت السيجما كلر ب 75 برضه نفس القيمه برضه. عشان نشوف بقى الفرق ما بين البلترال والجاوسن فاحنا بنعمل كان على الاثنين، بنطلع الحواف من الاثنين عشان نشوف مدى تاثير الكيرنل دي على الايمج. فاحنا مره هنعرض الصوره الاصليه بالفلتر، بعد كده هنعرضها بالكاني، بنديها 150 اللي هو الثري الماكسيمم ثري شولد 100 والمينيمم ثري شولد 50، والايمج جاوسن بنديها ايمج جاوسن، وفي نفس الحكايه برضه في الايمج جاوسن بنحط لها بنعمل لها الكاني. تعالى بقى كده نعمل رن ونشوف. طبعا يا جماعه البلتر دي يعني ليها استخدامها كتير قوي، انها بتفيد قوي في عمليات اللي هي زي الهوف سيركلز، هنشوفها ان شاء الله يعني ايه الهوف سيركلز، في اكتشاف السيركلز، في اكتشاف اللي هي الكونتورز، في اكتشاف الاشكال وكده، هنشوفها ان شاء الله قدام هنستخدمها بشكل كبير يعني. فمثلا دي الايمج كده، دي الايمج بالبلترال ودي الايمج بالجاوسيان، دي الكاني بالبلترال ودي الكاني بالجاوسيان. لا انا كده لخبطت تقريبا، لا ما لخبطتش، يبقى هي كومنتها كده بقى. طبعا الجاوسن هنا احسن لان هو احنا هنا ما كبرناش الكيرنل كفايه، لان الجاوسن برضو مضيع يعني، خلي بالك في هنا الصوره مموهه شويه وهنا الصوره يعني احسن شويه في البلتر، مع ان هما الاثنين نفس الكيرنل. هتيجي بقى تعالى دلوقتي ايه يعني احنا هنا بنبصين هنا نلاقي ايه الجاوسن احسن شويه،
على كده ايه، نزود الكيرنة شوية بتاعت الجاوسن والبلترال، عشان دي 15 ودي 15 في 15. دي الكاني جاوسيان، دي بعد ما عملنا الكاني الجاوسيان، ودي الايمج بعد ما عملنا لها الجاوسيان ضايع خالص، اللي هي الحواف ضايع خالص، وهنا ايه محافظ على الحواف، والصورة هنا ايه خلي بالك في تمويه اه، بس ايه للشعر في للوجه بس، اللي هي الحاجات المتقاربة او في الانتنسيتي، لكن في الاختلافات مثلا الشعر هنا مثلا ايه، لو احنا جينا بصينا هنا ايه، لا الشعر هنا ضايع اصلا، الحواف هنا ضايع خالص، التيشيرت لكن التيشيرت هنا واضح، فحافظ على الانتنس. ممكن انت بقى ايه تكبر شويه اللي هو السيجما، في البلتر العادي ممكن تخليهم هما الاتنين واحد، يعني السيجما كلر والسيجما سبيس. خلي بالك السيجماز لو زادت عن 150 الصوره بتتقلب كرتونيه اكتر، لا كرتون. لو احنا كده ايه مثلا ايه بصينا كده برضو زودنا اللي هي بتاعت 170، هتاخد شوية وقت لان البلتر الثقيل كمان ده بيحسب، بس الكرنل بياخد وقت. اهو دي الـ image كاني، image الجاوسين كاني ضايع خالص، وهنا ايه انا كده بصينا ايه الصورة اتحولت يعني كرتونية اكتر، يعني لان الصورة الاصلية يعني عندنا ايه، دي الصورة الاصلية ده. بس هو ده كان البلتر فلتر يا جماعة، ارجو من الفيديو ينال اعجابكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو معجبكش حط لايك، ولو انا معجبكش ليه، نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.